جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. الذين ينادون بتحديد النسل صراحة، وذلك مراعاة للانفجار السكاني كما يقولون، أو مراعاة للأحوال الاقتصادية أو ما أشبه ذلك، هل من كلمة لهم جزاكم الله خيرا؟ الخوف من الانفجار السكاني وكثرة السكان وقلة الأرزاق هذا من اعتقاد الجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون هذا الاعتقاد، وأن كثرة الأولاد تضيق الرزق. رد الله تعالى عليهم ذلك وأخبر أنه هو الذي يرزقهم جميعا، يرزق الآباء ويرزق الأولاد، فليس رزقهم على والديهم وإنما هو على الله الذي خلقهم. الله لا يخلق نفسا إلا ويقدر لها رزقها وأجلها، ولا تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قد عد النبي صلى الله عليه وسلم قتل الولد خشية الجوع وخشية الفقر، عده من أكبر الكبائر بعد الشرك. لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه، قيل ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. وأنزل الله تصديق ذلك في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وتحديد النسل بناء على هذا التخمين والظن الشيطاني يلتقي مع اعتقاد الجاهلية في أن كلا من الفريقين يظن أن هذا يضيق الرزق ويشحح الأرزاق على الناس، هذا من ناحية. والناحية الثانية أن الكفار يريدون إضعاف المسلمين ويريدون تقليل عددهم، فدسوا عليهم هذه الدسيسة الخبيثة وهي تخويفهم من كثرة الأولاد، كثرة المواليد، أن تضيق الأرزاق وأن تقل عن الناس أقواتهم، فانخدع بها ضعاف الإيمان أو من ليس في قلبه إيمان ولا يدرون ما وراءها من الخديعة والمكر بالمسلمين. فالواجب الحذر من هذه الفكرة الخاطئة الكفرية، والواجب محاربتها لأنها من دسائس الكفار ومن اعتقاد الجاهلية، والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، بل على العكس مما ظنوا، لأنه إذا كثر الأولاد وكثر السكان كثر العمل وكثر الإنتاج وكثرت الأيدي العاملة المنتجة، فيكثر بذلك الإنتاج والخير، خلاف ما إذا قلت الأيدي العاملة وقل السكان فإن الإنتاج يضعف. نعم.